مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلى طبقات بسكويت اللوتس. عنا لتر ونص حليب كاستر، 5 معالق طعم سكر وبسكوت اللوتس. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بدنا نكسر البسكوت. هلا بدنا نعمل مع بعض. بسم الله. رح احطهم بالمكنة افضل. حطيناهم بالمكنة، هلا بنعمهم. شفتوا كيف بالمكنة أفضل نعمهم عشان ما نياهم كتير ناعمين. بعد ما نعمنا البسكوت أنا وياكم بحطهم على جنب، بحط فوق الحليب الكاستر. بسم الله. كمان السكر. بنحركهم مع بعض. هلا بحطهم على الغاز وبحركهم تحريك مستمر ليشتد المزيج. بس اشتد الكستر معنا بهيدا الشكل، هلا بنطفي الغاز. بحط الكستر بالصينية. بسم الله. بعملهم عدة طبقات. بمدهم. وبرش عليهم بسكوت بهيدا الشكل. كمان طبقة كاستر مدة بهيدا الشكل. حطينا المقادير: لتر ونص حليب، 5 معالق طعام سكر، 6 معالق طعام كاستر، وعلبة بسكويت. هلا بمدهم بهيدا الشكل عرواق عشان ما ينخلط البسكوت والكاستر مع بعض، ليضل معنا طبقات. كمان برش بسكوت. بسم الله. طريقة بتاخد معنا تحضير حوالي 10 دقايق. نفس الشي كاستر. نعمل عدة طبقات من الكاستر والبسكوت لتنتهي عنا الكمية. انتهت عنا كمية الكاستر.
بنحط بهذا الشكل. هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحراره الغرفه وبرجع بحطهم بالبراد. هيدي حلا لوتس اللي عملتها انا وياكم بعد ما حطيتها بالبراد اقل شيء 3 ساعات لنشوف مع بعض كيف طلعت. بسم الله. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلا اللوتس اللي عملتها انا وياكم. بتمنى تعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.